حول هذا الموضوع ينضم إلي مدير الخدمات الصحية في بلدية لبرق سعيد محمد. سيد سعيد، في البداية أهلا بك. ضعني أكثر في وضع المطار بشكل عام، وما هي النواقص التي تنقص المطار والكادر الذي داخل المطار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الخاتم الأنبياء المرسلين. بداية دعني أشكر قناتكم، هذه القناة الموقرة التي دائما مواكبة لكل الأحداث. مطار الأبرق الدولي يقع في 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 نطاق إدارة الخدمات الصحية الأبرق. إدارة الخدمات الصحية الأبرق لديها مركز رصد وتقصي. فريق المركز الرصد والتقصي بإدارة الخدمات الصحية الأبرق قام باستقبال 13 رحلة اعتبارا من نصف رمضان. كل هذه الرحلات من جمهورية مصر ما عدا رحلتان كانت من دولة تونس. الشيء التي ينقصنا الجهاز، طبعا الجهاز موجود في طبرق، موجود في منفذ مساعد، موجود في منفذ بغازي، ما عدا مطار الأبرق. مطار الأبرق يحتاج الى 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 جهاز لكي يتم اخذ العينات. نحن قمنا باستقبال جل هذه الرحلات التي سردتها اليك. كنا ناخذ في العينة، كانت البداية عينة الرابط، ومن ثم خلينا عينة الصواب اللي هي المسحة. أمس كانت في رحلة قادمة من جمهورية مصر الساعة 11 ليلا، وجئنا بأن لا توجد المادة هي الصواب، فهذه تعتبر يعني كارثة. الركاب الطائرة عندما يكونوا موجودين في 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 الفندق وبدون أخذ العين، احنا كنا دائما كل ما تأتي طائرة من جمهورية مصر أو من تونس يتم استقبالهم وأخذ العينات، ومن ثم إذا كان في حالة موجبة يتم عزلها وأخذها إلى سيد سعيد. من خلال هذه النواقص المهمة التي تتحدث عنها، هي لا تكاد تكون نواقص بل هي أشياء أساسية يجب أن تكون في مطار لبرق، كيف تم التعامل مع الرحلات السابقة في ظل عدم وجود هذه الاحتياجات الأساسية؟ أيضا هل ناشدتم الجهات المختصة بهذه المطالب، وماذا كان الرد؟ من خلال منبركم هذا أتوجه للأخت الدكتورة فتحية العريبي والدكتور الحاسي أنهم يردوا على تليفوناتهم. أمس كانت تليفوناتهم مقفلة، أمس أنا نتصل أنا ومدير مركز الرصد لبرق على سبيل نقول لهم أن نحن لا توجد لدينا مادة الصواب، ماذا نفعل؟ نجد تليفوناتهم مقفلة. يا أخي نحن نحارب في عدو، نحن نحارب في عدو مشهول، نحن نحارب عدو لا 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 يرب الا بالعين المجرده. نحن تهمنا سلامه المواطن الليبي، نحن تهمنا راحه المسافر. نحن لنطلب من اللجنه الاستشاريه انها ترى بعين الاعتبار اداره خدمه صحيه الابرق ومركز الراصد الابرق. لا 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 نحن 13 طائله استقبلناهم يعني وخير دليل كلام المسافرين، كل سبل الراحة والاستقرار كنا نقدم فيها للمسافر. كنا في البداية ناخذ في عينة بمادة الرابط، بعدين عينة الرابط كان فيها نقص، استعملنا الصواب اللي هو المسحة. والحمد لله يعني إلى هذه اللحظة عندنا ست حالات، يعني خمس حالات حامل الفيروس وحاله مخالطه. يعني كنا نشتغل بطريقه سلسه وبطريقه منظمه
إلى يوم الأمس، يوم الأمس لا ندري. نعم، إذا كانت الاحتياجات متوفرة إلى يوم الأمس، قبل ذلك كانت الأمور تسير على ما يرام، صحيح؟ كانت الأمور تسير على ما يرام. إلى هل تواصلتم مع اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا في مدينة البيضاء بصفتها اللجنة التي ربما قريبة منكم، أم تواصلتم فقط مع اللجنة الرئيسية في مدينة بنغازي؟ رئيس اللجنة الاستشارية الطبية الجبل الأخضر والأستاذ محمد عبد الوهاب اللي هو رئيس لجنة الرصد على مستوى اللجنة الاستشارية، فوجئنا بأنهم يقولوا نحن كلمنا الدكتورة فتحية العريبي وقالت أنت اللجنة الاستشارية ما 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 ما, ما تستلمش، اللي يستلم فريق الرصد، باش فريق الرصد، أنا فريق الرصد في الأبرق بحكم المطار، المطار الأبرق الدولي واقع في اختصاص بلدية الأبرق، وكنت أنا 13 حالة كنت أتعامل معها فهم إلى 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 رحلة أمس. ما 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 السبب في يوم انا اريد حل هذه المعضله والدكتور الحاسي والدكتوره فتحية العريبي يردوا على سؤالي يوم الامس؟ ليش ما يردوش على تليفونات الميكروفون تليفونات؟ وليش ما يقول ان ما فيش ماده في الصور امس؟ هؤلاء الناس من الطائره الى الحافلات الى 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 الى, إلى فندق برقه، لا ندري ما 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 هل في حالات مصاب، هل يعني انا في لما سلمه في البيضاء يكون مسؤول عليه مركز الرصد جبل الاخضر، مركز الرصد جبل الاخضر كذلك لا توجد ماده الصواب عنده، شو السبب يعني يوم امس بالذات يعني؟ فاللي انا على تم استعداد اني نوقف رحلات ما ينزلش في مطار الابرق، انما طيب من المفترض ان لا ينتظر مركز الرصد ان تنفذ الكميه من بعدها يطالب، من المفترض هناك اجراءات احترازيه وانكم قبل نفاذ الكميه باكثر من يوم التبليغ بانه لديكم نقص في هذه النواقص، يطول الحديث عن هذه النواقص وعن هذا الموضوع. أشكرك جزيل الشكر السيد سعيد محمد، وأتمنى أن تكون الرسالة التي قد أرسلتها وهذه المناجاة قد وصلت لأهل الاختصاص، ونتمنى الإسراع أيضا في تلبية ذلك بصفة هذا المنفذ الدولي هو مهم جدا. شكرا جزيلا لك مدير الخدمات الصحية في بلدية لبرق، كنت معي مباشرة عبر الهاتف من هناك.